FM. الكلمة ليك. وهنا خلينا نذكر بحاجة، أنه معناها السيدة السفيرة معناها بريجيت كيرمي السفيرة الفرنسوية في ليبيا مشات للزنتان، قعدت مدة، قعدت 3 أيام في الزنتان، وكليت معناها البنزين الزنتاني معناها صعيب، وروحت أسبوع من بعد يتم حل كتيبة أبو بكر الصديق وتم إطلاق سراح معناها السيف السام القذافي. مش تعرف إلى أي حد تداعيات البنزين هذه، تداعيات البنزين القصيرة في البنزين لازم تكون تاكل وأنت ساكت، وأنت ساكت معناها لازم تحكي بعينيك باش الناس تفهم، مش نوع اتفاق. أيوة سي نورمال، صافي بارتي دو لا سيمانتيك نتاع الشعب هذايا، الشعب الخرق العادة، الشعب الليبي. الشيء اللي قاعد نأكد عليه أنا هو أنه إلى حد الآن تونس فهمني كيفاش عندها مفاتيح قدامها، وما نجم يكون إلا مفاتيح تونس، ولكن تونس معناها إلى حد الآن كأنها معناها متعفى على الدور هذا. إيش معناها إلى حد الآن ما استدعيتش معناها خليفة حفتر؟ إلى هذا الحد التوافق داخل تونس يمنع أن نلعب الدور هذايا؟ علاش إلى حد الآن معناها فهمني الناس اللي عندها دور حقيقي في ليبيا، وأنا هنا إذا تحب معناها نكون معك واضح، راهم قيادات معناها الميليشياوية داخل ليبيا مهما كان موقفك منها، المهم أنا ما تكونش معادية لتونس. راهم هما اللي قاعدين اليوم يتصرفوا معناها فهمني داخل المجال الليبي. الكلمة ليك.